كل مكان جايبين لكم النهارده منتج عملي وضروري جدا، عباره عن قفل برقم سري مش بمفتاح زي القفل التقليديه. ده يبقى ضروري جدا معاك ناس اللي شغاله اندرايف او شغاله اوبر او شغاله على ابلكيشن طلبات. هيكون انت ممكن تتعرض لموقف انت تسيب المكنه بتاعتك او العجله بتاعتك وتطلع تسلم اوردر في اي عماره وتنزل تاني، فده يكون امان معاك. وناس كتير قوي بتتعرض لمشكله انت بتنسى المفاتيح بتاعتك، فوفرنا لك حاجه كده، دي بتبقى الباسورد. بتعمل الرقم كده، عملت الرقم بتاعكم بخمس ارقام، عملته مظبوط فبيفتح معاك. لو انت عايز تقفله بتقفله كده على اي درجة، مثلا عمره او مستحيل يقفل، مستحيل يفتح. تمام، طبعا هو بيبقى الخامة بتاعته عبارة عن سلسلة، هنا جوه في سلسلة حديد قوية جدا ومتبطنة بقماش مقاوم للقطع، عشان خاطر برضو لو حد حاول يقطع القفل بتاعك ده مستحيل يتقطع، وسلسلة قوية جدا. طيب احنا نقدر نغير الرقم بتاعنا؟ اه طبعا نقدر نغيره بكل سهوله. طريقه التغيير ايه؟ هنا كده راسم لك سهل، بس طبعا التغيير يكون بحرص جدا لان الغلطه بفوره. طبعا احنا بنعمل دي كده، بنغير الرقم بتاعنا، مثلا هنعمله على 2 2 2 2 2. طبعا انت عندك خمس ارقام تغير فيهم، العلامه دي هي اللي بتغير بيها. هيا تقوم رجع القفل بتاعك تاني وتقفل كده، غيرته مثلا على 1 1 1 والقرص ده برضو 1 كده، هو مستحيل يقفل يفتح. تمام، هنعمل كده تاني 2 2 2 2 2 2 هيفتح معانا، عشان خاطر اصلا ظابطينه على 2. طبعا الخامه بتاعته كلها من المعدن، وده من الفولاذ اللي هو مستحيل كسره، ده بس بلاستيك اللي هو حمايه للقفل والمنظر بتاعه بس. الخامه دي بتبقى بلاستيك ومن جوه كله معدن. الوزن بتاعه كيلو، وطول القفل بالكامل هنفرده برضو قدامكم كده، الطول بتاعه متر بالظبط، طوله متر، يعني انت ممكن تقفل بيه العجله بتاعتك تربطها في عمود نور او في شجره، العجله السكوتر الموتوسيكل اي حاجه من الكلام ده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعه للقناه عشان تشوف كل جديد.